خايف في المستقبل ان انا مبقاش مرتاح. كنت بخاف من الضلمه جدا جدا، اللي هو ساعات بيجيلي خيالات. يعني انا فاكر مشاهد بعينها العفاريت وانا طفل، وفاكر كنت بشوفهم فين بالظبط. دي كلها طبعا خيالات في عقلي، بس انا فاكرها، يعني الحاجات اللي ما بعرفش انساها. لما كبرت بالعكس، يعني اللمبه بالنسبه لي بقت مزعجه، الاضاءه في اوضتي بقت مزعجه. في اصدقاء ياما في مرحله ما من حياتي قالوا لي انت المرحله دي محتاج تروح فيها لدكتور نفسي، بس انا وقت كنت بعاند. في اوقات كنت عايز اعمل ده، بس مقدرتي الماديه بتاعتي ما كانتش مسامحه كده. في اوقات تانية كنت بشوف ان انا لا، انت ممكن تستنى شويه، انت هتروح له عاجلا او اجلا، بس مش دلوقتي. وفي اوقات كنت بفكر لو انا رحت للدكتور هقول ايه. دي كانت ازمه بالنسبه لي، يعني انا جوايا كلام كتير ممكن اقوله. عندي يعني في مخاوف مهمه جدا، هي المخاوف الماديه. يعني احنا ابناء الطبقه اللي احنا مش عارفين احنا في انهي طبقه اصلا، دايما خايفين، يعني بشكل مادي خايفين ان احنا يجي في موقف ولحظه حياتنا تقف علشان معناش فلوس. احنا تربينا على الخوف من المدرسين ومن المدير ومن الاهل ومن العيله ومن الاخوات ومن الضابط ومن الحكومه ومن الدكتور ومن المعيد ومن الامتحان. اتكلمنا عن الوحده، وانا قلت لا، انا ببقى كويس وانا وحيد، بس فعلا انا خايف ابقى لوحدي دايما. انا مش هبقى لوحدي، بس خايف ان انا الجأ ان انا مبقاش لوحدي لمجرد ان انا مبقاش لوحدي بس.